the electric potential and the electric potential energy. هلا بدنا نميز بين هذول الاثنين. في عنا إشي اسمه الجهد الكهربائي electric potential، وفي عنا إشي اسمه طاقة الوضع الكهربائي. أول شيء بدنا نحكي عن الجهد الكهربائي اللي هو electric potential، وبعدين نحكي عن potential energy. The electric potential of a point charge. بهمنا حالتين رئيسيات، the point charge و two parallel plates. هلا رح ناخذ the point charge. Consider a point charge Q. لو كان عندي شحنة مقدارها Q capital بهذا الشكل، وبدنا نوجد الجهد على بعد R، النقطة هي P. فالجهد يعطى بالعلاقة التالية: The electric potential at point P is given by V equals K Q over R. لاحظ الآن اختلف عن المجال، إنه صار عندي في المقام R مش R squared زي ما كانت. Where K طبعا هي 9 times 10 to power 9 newton meter squared per coulomb squared. هلا بعض الملاحظات. The unit of the electric potential is volt. وحدة الجهد الكهربائي هي الفولت. The electric potential is a scalar quantity. الجهد الكهربائي كمية قياسية وليست كمية متجهة. وهون لازم ننتبه لهذا الشيء. It can be positive or negative. إذا ممكن تكون موجبة ممكن تكون سالبة. هلا V is positive if the charge Q is positive and negative if the charge Q is negative. بمعنى آخر إنه إحنا قيمة الQ بنعوضها مع إشارتها. هلا إذا كانت موجبة بنحطها موجبة، وإذا سالبة بنحطها سالبة. في عندي ملاحظة مهمة جدا. Note that V at infinity is zero. ليش؟ لأنه نطلع على الجهد هو KQ over R. عند الانفينيتي لما بقسم على رقم عالي جدا اللي هو المالنهاية بعطيني نتيجة صفر. إذن V at infinity is zero. The electric potential due to a group of charges. هلا حكينا عن شحنة واحدة، لكن لو كان عندي مجموعة من الشحنات شو بنعمل؟ Consider the group of charges shown below. لو كان عندي مجموعة من الشحنات Q1, Q2, Q3 إلى آخره، فالجهد الناتج عنهم نجمع جمع قياسي. هلا ما في متجهات، نوجد الناتج عن الشحنة الأولى V1، والناتج عن الشحنة الثانية V2، والناتج عن الشحنة الثالثة V3، والجمع بكون جمع جبري. The electric potential energy. هلا نعرف طاقة الوضع الكهربائية، شو علاقتها مع الجهد الكهربائي. The electric potential energy of a point charge Q at point P is given by. إذا طاقة الوضع لشحنة كهربائية هي Q، تعطى بالشكل التالي: U equals Q times V. بس بناخذ ال V وبنضرب بالشحنة اللي بدنا نوجد لها طاقة الوضع. ننتبه لـ Q هلا. Q كمان مرة Q can be positive or negative. We always include a charge sign when we find the electric potential energy. كمان ننتبه انه بنعوض الشحنه باشارتها، اذا موجبه موجبه واذا سالبه سالبه. The unit of the electric potential energy is joule. وحده طاقه الوضع الكهربائي هي الجول. هلا في عندنا وحده ثانيه تستخدم بكثره. Another unit that is widely used is the electron volt. وحده الالكترون فولت. إيش هي وحدة الإلكترون فولت؟ An electron volt is the energy that the electron gain when accelerated by a potential difference of 1 volt. إذن الإلكترون فولت بتمثل الطاقة اللي بيكتسبها الإلكترون عندما يتم تسارعه من خلال فرق جهد مقداره 1 فولت، وتساوي 1.6 times 10 to negative 19 joules. الرقم سهل نحفظه لأنه نفس شحنة الإلكترون، بس بدل ما كان كولومب شيلها وحط مكانه جول. The work done by the electric field. الشغل الذي يبذله المجال الكهربائي. The work done by the electric field when a charge moves between two points is given by. إذن لما الشحنة تتحرك بين نقطتين، فالشغل اللي بيبذل المجال الكهربائي يعطى بالعلاقة التالية اللي هي W field، وميزته بكلمة field لأنه هذا الشغل الناتج عن المجال الكهربائي، بيساوي minus delta U. إذا هو إشارة سالب للتغير في طاقة الوضع الكهربائي. وهي شو راح تساوي هلا بدورها؟
ماينس دلتا يو اللي هي عبارة عن يو فاينل ماينس يو انيشال. في علاقة بين اليو والفي، إذا نقدر نعبر عنها بالشكل التالي: ماينس كيو في فاينل ماينس في انيشال. طبعا الفي اف هي الفاينل الكتريك بوتنشال، وفي اي هي الانيشال الكتريك بوتنشال. هذا الشغل اللي بيبذله المجال الكهربائي او القوة الكهربائية. هلا في عنا اشي ثاني رح نعرفه: the work required by external force to move a charge between two points. وهذا شو المقصود فيه the work required؟ هلا الشغل المطلوب حتى نحرك شحنة بين نقطتين في المجال الكهربائي. هذا معناه نحكي عن minimum amount of work، يعني المقصود فيه انه انا شو اقل شغل ممكن ابذله بحيث ان احرك الشحنة ضد المجال الكهربائي. وبهيك حال شو راح يكون مساوي؟ بهيك حال القوة اللي انت بتحتاجها راح تكون على الاقل مساوي للقوة الكهربائية. اذا الشغل الناتج بهي الحالة بسميه الاكسترنال ورك، وهيك صار عندي انه شغل الاكسترنال فورس بده يساوي ماينس دبليو فيلد. ليش ماينس دبليو فيلد؟ لاني بدي اثر بقوة معاكسة اتجاه القوة الكهربائية، واذا اصبح بيساوي دلتا يو. وايضا دلتا يو بتساوي اللي هي اف ماينس يو اي، وهذا بيساوي كيو في اف ماينس في اي. اكزامبل: how much work does the electric field do in moving a proton from a point at a potential of 125 volts to a point at minus 45 volts? Express your answer both in joules and electron volts. إذن هذا السؤال بحكي لنا ما هو الشغل الذي يبذله المجال الكهربائي لتحريك بروتون من نقطة جهدها هو 125 فولت إلى نقطة جهدها ناقص 45 فولت، ومطلوب الإجابة بالجول وأيضا بالإلكترون فولت. سولوشن: الآن هذا الجهد الابتدائي، شوفي عنا كمان الجهد النهائي. هو شو طالب منا؟ بدنا الشغل بيبذله المجال الكهربائي. إذا العلاقة اللي بدي إياها اللي هي W field اللي هي minus Q V final minus V initial. V final عندي، V initial عندي. مين هلأ بدي كمان انتبه للشحنة، هل هي موجبة ولا سالبة؟ هو حكي لي إنه بروتون، شحنة البروتون موجبة ومساوية في المقدار لشحنة الإلكترون. إذا the charge of proton is 1.6 times 10 to negative 19 coulombs. وهيك ظل علينا نعوض في الأرقام وبنحصل على الإجابة. هذا الشغل اللي بيبذله المجال الكهربائي. هلا هو كان طالب منا الإجابة بالجول وأيضا بالإلكترون فولت. عشان أوجد الإجابة إلكترون فولت شو بعمل؟ بقسم هذا المقدار على مقدار طاقة الـ 1 إلكترون فولت اللي هي 1.6 times 10 to negative 19، والناتج هو 1.7 times 10 to power 2 إلكترون فولت. How much work must we do on an electron to move it from point A, which is at a potential of plus 50 volts, to point B, which is at a potential of minus 50 volts, along a semicircular path? خلينا نطلع في نقطة نقطة. أول شيء how much work must we do؟ إذا المطلوب الآن الإكسترنال ورك، فأصبح بدنا W external. تمام. هلا V initial 50 volts، V final minus 50 volts. حكي لي هاي الجملة: along a semicircular path، في مسار نصف دائري. هاي الجملة خادعة، ما إلها علاقة بالحل النهائي. ليش؟ لأنه الشغل عنا بيعتمد على الموقع الابتدائي والموقع النهائي، فما في إلها أي داعي، هي فقط تريك. طلع على W external، هو يعتمد على الجهد النهائي والجهد الابتدائي، المسار ما له أي تأثير. بالتالي W external بيساوي Q V final minus V initial. هلا بالنسبة لQ احنا متعامل مع إلكترون. إلكترون شحنته سالبة، بعوضها سالبة. هيك W external اللي هو minus 1.6 times 10 to negative 19 اضرب في minus 50 minus 50
والإجابة هي 1.6 times 10 to negative 17 joules. In the figure shown below, find the electric potential at point P. إذا المطلوب إيجاد الجهد عند النقطة P. عندي شحنتين Q1 و Q2. فرع إيش بده؟ حكينا فرع B عفوا. How much work is required to move a charge Q equals 4 microcoulomb from infinity to point P. إذا فرع B المطلوب منا نحسب الشغل اللازم حتى نحرك شحنة من المالنهاية إلى النقطة P. شوف كيف رح نحل هذا السؤال. فرع A الجهد عند النقطة P ناتج عن شحنتين اللي هما V1 و V2. نحسب V1 لحال و V2 لحال. هلا بالنسبة ل V1 اطلع عليها، هاي شحنة موجبة، بعدها عن النقطة P هي 4 أمتار، بعوضها زي ما هي بشوف الناتج. بالنسبة للشحنة الثانية Q2 انتبه انها سالبة، فإذا لازم أعوضها بقيمتها السالبة. المسافة الآن بينها وبين P هي 5 أمتار، إذا هاي minus 0.36 times 10 to power 4 volts. هيك صار عندي الجهد عند النقطة P بده يساوي V1 plus V2، بنجمعهم مع بعض وبنحصل على الناتج. الآن هذا كان الفرع الأول. الفرع الثاني شو بده؟ فرع B بده how much work is required. لما يحكي لي how much work is required، إذا هذا الاكسترنال فورس مش الفيلد فورس، إذا أقل شغل ممكن حتى نحرك فيه الشحنة اللي هي الفور مايكرو كولومز. إذا المطلوب هو W external، هذا بيساوي Q V final minus V initial. بدنا نحدد ال V final V initial والشحنة موجودة عنا. بالنسبة ل V initial هو جامل infinity، وإحنا حكينا عن الجهد عند الانفينيتي هو زيرو، إذا V final بيساوي زيرو. طيب و ال V final هلا اللي هو potential عند النقطة P، وهذا إحنا حسبناه، وبالتالي V final بيساوي VP ويساوي 0.76 times 10 to power 4. وبالنسبة للشحنة هو معطيني إياها أنها بتساوي 4 مايكرو كولومز، إذا نعوض فيهم كلهم والناتج هو 3.04 times 10 to negative 2 joules.